عبر زوم الحقيقة من ساوثامبتون كابتن راضي الجعيدي المدير الفني السابق للترجي وأحد المدربين الشباب الحقيقة في إفريقيا اللي أثبت جدارته ووجوده، وشفناه الحقيقة الموسم السابق مع وتجربته مع نادي الترجي التونسي وتتويجه بالسوبر وصدارة الدوري ووصوله لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. الحقيقة كابتن راضي هو نموذج رائع للاعب العربي والأفريقي في الدوري الإنجليزي وبيكمل مسيرته حاليا في التدريب. دايما الحقيقة بنحاول نجيب كابتن راضي ويكون معانا لأن دايما بنبقى سعداء بتواجده معانا، نناقش موضوعات كثيرة تخص كرة القدم الأفريقية والعالمية. كابتن راضي مشرف ومنور. السلام عليكم، تحياتي كابتن إسلام والتحية للمتفرجين، متشكر على استدعائكم هذايا ومنورين إن شاء الله أخويا. حبيبي كابتن راضي، كيف خليني أبدأ مع حضرتك على طول، كيف تقيم تجربتك السابقة مع نادي الترجي التونسي؟ طبعا الترجي التونسي هو فريقي، لعبت فيه ونشأت فيه كلاعب. التجربة حسب رأيي كانت قيمة في العديد من النواحي، ولازم نحكي شوية كابتن إسلام إذا خليتني على الوضعية اللي خليت فيها الفريق. يعني مسكت الفريق في وضعية صعبة شوية، كان في أسوأ حالات بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا 2020 ضد الأهلي تتذكر، يعني خاصة نفسانيا. يعني خذيت الفريق بعد إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، وخرجوا يعني بعض الأسماء المعروفة من الفريق، وكانت نقائص كبيرة ياسي في كل الخطوط. يعني هذا اللي خلى يعني ركزت على تحسين المعرفة التكتيكية للمجموعة وتطوير الأشخاص، وأعطيت فرصة معناتها لعديد من اللاعبين الشبان مثل التريكي وشبار والحارس المرمى الدبشي ورجوع، وشفنا يعني لاحظنا في الوقت ذاك رجوع الشعلاني الى المنتخب الوطني التونسي وظهور بن حميد للفريق الوطني. يعني لم يكلفنا الحظ يعني في الدوري الابطال افريقيا. حسب رايي اهدار الاهداف كابتن اسلام كان مشكل متواصل في الفريق. يعني حتى ولو خسرنا في الكاس التونسي، وهذا غير مقبول بالنسبه لي يعني كمدرب وكحتى يعني محب للفريق، ولكن هذا يحدث لاي فريق كبير في العالم. يعني يكفي ان نقول ان لعبنا منقوصين من 15 و17 لاعب اساسيين واجانب في الفريق. يعني لعبنا بفريق صغار واواسط، لاعبين غير جاهزين بدنيا. يعني ما هذا الترجي انتصر بالبطوله، وحسب رايي يعني نتمنى كل التوفيق للفريق كابتن اسلام ان شاء الله. كابتن راضي، طيب تردد اسمك الحقيقه خلال الفتره السابقه هنا في مصر ان انت من الممكن ان تكون مدير فني لاحد الانديه المصريه، هل ده ممكن من وجهه نظرك؟ هل ممكن نشوف راضي الجعيدي قريبا في الدوري المصري وبتتابع اللي بيحصل في كرة القدم المصرية؟ إن شاء الله يعني كابتن إسلام نقوله نحن ربي سهل بتونسي. شرف لي يعني نكون من ضمن المدربين اللي مرنوا في البطولة المصرية. يعني ما نجموش ننكروا أن البطولة المصرية من أقوى البطولات يعني في إفريقيا. الفرق المصرية يعني ديما تفرض رواحها، يعني روحها في إفريقيا عامة، ويعني البطولة المصرية دائما تستقطب المدربين الكبار، وهذا يعني يكون بالنسبة لي أنا شرف كما قلت لك نمرن في البطولة المصرية اللي هي متطورة على بعض البطولات، تقدم يعني لعب جيد كبير. الفرق تابعت في الفترة الأخيرة، الفرق يعني تلعب في لعب حديث وتحاول تطور من نفسها وتخدم على مشاريع. وبالنسبه لي ممكن الفارق في البطوله المصريه هو الاداره المصريه للفرق. نعم. يعني متطوره نوعا ما، وتعطي يعني الـ في مشروع رياضي يخول الممرنين مثلي انا. الحقيقه يعني ما نجمش ننكر اللي التكوين نتاعي كان في انجلترا، تكوين يعني
فيه الكثير معناتها من النظام الانجليزي والاحتراف الانجليزي اللي يخليني معناتها نكون نوعا ما متنوع في 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 العمل متاعي مع الفرق. نعرف افريقيا، نعرف اجواء افريقيا والبطوله المصريه، وهذا يعطيني ممكن دافع باش نخدم في مصر وفي اي بطوله يعني من البطولات الافريقيه، مع بالطبع مع اليوفا برو اللي تحصلت عليها، هذا يعطيني يعني دفعه ان شاء الله. تمام. طيب برضو يعني في الاخر، هل في حد يا كابتن كلمك ولا لسه؟ هو في بعض الاتصالات الصغيره بالنسبه لي انا، معنى ما نجمش نحكم عليها توا. اوكي. لكن كابتن اسلام اذا فيه اي اتصالات يعني مؤكده ان شاء الله نقول لك انت شخصيا. حبيبي. طيب كابتن راضي، الاهلي سيواجه الاتحاد المونستيري في دوري ابطال افريقيا في دوري 32، من وجهه نظرك كيف ترى مستوى فريق المونستيري؟ يعني فريق المستير تحسن كثير في الاعوام الاخيره، ممكن لمده 4 5 سنوات الفريق المستيري بدا يفرض في روحه في البطوله التونسيه، عنده لاعبين يعني متمكنين من اللاعبين ومجموعه من اللاعبين اللي تفقد روحها في المباريات. اثناء يعني المستير قدم ممكن احسن وجه ليه منذ السنوات الاخيره مع المدرب فوزي البنزرتي، القدير فوزي البنزرتي. يعني هذا كله يخلي اللعب ضد فريق المستير يلزم ناخذ له يعني الف حساب. نعم. وبالنسبه لي يعني المقابله من جهتين سوف تكون مقابله صعبه للفريقين بالطبع، وبالطبيعه يعني هي الدوري الابطال سيكون يعني متنوع في الفتره الجايه ان شاء الله. طيب كابتن رادي، خلينا نروح لدوري ابطال اوروبا وبدايته النهارده. الحقيقه بدايه ساخنه ومفاجات كثيره جدا في دوري ابطال اوروبا، يعني لما تشيلسي يهزم في اولى مبارياته، ويعني انا كنت سايب مباراه باريس سان جيرمان دلوقتي واليوفي 2-0 باريس سان جيرمان، وممكن يكسب 3-4-5 يعني الحقيقه 2-1. طيب بيقولوا لي 2-1، ف اليوفي سجل هدف 2-1 وضاع فرصه ممكن كمان. يعني الشوط الاول اللي انا اتفرجت عليه او ال 40 45 دقيقه الاولانيين اللي اتفرجت عليهم، الحقيقه كان باريس سان جيرمان الاقرب للفوز وبفرق واضح ما بينه وما بين اليوفي. هل من الممكن ان نرى مفاجآت اخرى؟ يعني تشيلسي وبعد كده النهارده حتى الان، هي طبعا مش مفاجاه، ولكن شوط اول ما بين باريس سان جيرمان واليوفي غريب جدا. الشوط الثاني حضرتك بتقول لي اهو اليوفي احرز هدف. اي بطبيعه يعني هو اذا نحكيه ونحن على فريق على مباراه باريس سان جيرمان واليوفي، هو الفوارق يعني بعيده على بعضها. باريس سان جيرمان يضم لاعبين كبار اسماء، وحتى يعني التاثير على المباراه التاثير نتاعهم كبير ياسر. يعني نحكيه على نيمار، ميسي، ومبابي. مبابي سجل هدفين كبار ياسر. وخلينا نحكيه على طريقه التسجيل لمبابي، يعني التكنيك اللي نحكيه عليها، يعني أي. اللي هي تمتع بها اللاعب هذا، هي اللي تقوم بالفارق. يعني ما نحكيوش على التمريرات اللي جايين من نيمار ومن ميسي. يعني الفريق باريس سان جيرمان من الفرق اللي ممكن ينافسوا على الدوري الابطال، ولكن مشكل فريق باريس سان جيرمان كما برشا كما الكثير من الفرق الدفاع، يعني الدفاع كفريق، وهذا يخلي ممكن باريس سان جيرمان يظهر بوجه اخر في الشوط الثاني، على الاقل نحكيه على ربع ساعه الاولانيه من الشوط الثاني اللي قبل فيها هدف وممكن يجم يقبل اهداف اخرى. دونك يلزم الفريق حسينا به في البطوله الفرنسيه، حسينا به فريق متزن، فما صلابه دفاعيه نوعا ما مع المدرب الجديد، ولكن ما زالت حسب رايي يعني في الدورات وفي المقابلات الكبيره كما دوري ابطال يعني ديما يصيروا المفاجات، وتلعب ضد فرق يعني عندها ثقه في الواحد، فرق هي الابطال في بلدانها. يعني هذا يلزم هذا ما يتمتع به المتفرج، ولكن في وسط الميدان في حقائق اخرى.
كابتن راضي، انت كنت مدافع كبير في الدوري الانجليزي ولعبت مباريات كثيره في الدوري الانجليزي. هالاند نجم مانشستر سيتي النهارده احرز هدفين. اولا السؤال الاول، انت كمدافع وانت بسم الله ما شاء الله جسمك اللي فاكر كابتن راضي طبعا جسمه كبير بسم الله ما شاء الله وطويل زي هالاند كده، هل يعني كيف ممكن ازاي الواحد يمسك واحد زي هالاند؟ ثانيا سؤال مهم لحضرتك برضو فيما يخص الدوري الانجليزي ووجود النجم العربي الكبير والمصري الكبير محمد صلاح، هل وجود هالاند واحرازه للعدد الكبير من الاهداف في اول اربع خمس مباريات في الدوري الانجليزي بيمثل ضغط احنا شايفينه في الملعب لغايه دلوقتي على محمد صلاح، ولا ايه من وجهه نظرك؟ يعني ازاي نقدر ندافع مع هالاند؟ ثانيا هل ده بيمثل ضغط على محمد صلاح ولا لا؟ بالطبع يعني نحكيه على اللاعب هالاند، اللاعب يعني عنده امكانيات بدنيه وطاقات كبيره ياسر، يعني هو وحش ما فيش مثله يعني توا في الوقت الحالي في العالم. ايوه، ولو انه في السرعه نجموا نقارنوه بمبابي، ولكن هالاند اقوى بدنيا ويفرض روحه يعني في المقابله. بالنسبه لي انا يلزموا اقل حاجه ثلاثه مدافعين على نفس اللاعب باش نجموا نوقفوا اللاعب، لكن ما فيش حلول. يعني هو سجل 10 اهداف في البطوله في 6 مقابلات في الوقت الحالي في مع مانشستر سيتي، ويعني هو محير المدربين الكل. هذا بالطبع يعني كابتن اسلام انا شاطرك الراي، هذا يخلق يعني تنافس كبير ياسر وضغط كبير ياسر على المهاجمين الاخرين، ونخص بالذكر يعني محمد صلاح اللي قدم الحقيقه الاعوام الاخرانيه الكل مع ليفربول، قدم مردود كبير ياسر وقعد يقدم في مردود كبير ياسر. انا اسفني شويه يعني قاعدين نشوفه شويه معناتها في الكريتكس على محمد صلاح، ولكن هو ليفربول كفريق كامل يعني طاح المستوى نتاعه، ونعرفوا علاش طاح المستوى نتاعه، يعني ما ضيع يعني لاعب كبير كيما ساديو ماني، الفريق يعني منهك بدنيا نوعا ما، ما خداش راحته، الاعوام الاخرانيه الكل يعني الفريق تعدى يعني بفترات كبيره ياسر. عادي بالنسبه لي انا يعني الفريق يمر يعني بفتره صغيره، ولكن ان شاء الله حسب رايي ما نتمنى يعني محمد صلاح والفريق ليفربول يرجع يعني المستوى نتاعه، ليرجع محمد صلاح يعني في المنافسه مع هالاند، اللي كما قلت انت معناتها هو خلق ضغط. و كنت متوقع النجاح ده يا كابتن راضي لهالاند؟ كنت متوقع النجاح السريع ده لهالاند؟ الحقيقة 10 أهداف ما كنتش متوقع، ولو أني تابعته يعني نوعا ما في ألمانيا، ولكن 10 أهداف يعني هو العشرة أهداف يزيد يعني يفسر لك قوة مانشستر سيتي كفريق، واللاعبين اللي دايرين بهالاند. يعني دي بروينا يعني من اللاعبين اللي يتمنى يلعب معهم أي مهاجم، لأنه دي برونا يلعب بيديه يعني التمريرات يعني بالمليمتر، ولكن حسب رأيي ما زلنا باش نشوفه، يعني ما زلنا نشوفه من مانشستر سيتي الكثير، لأنه الفريق هذا ماشي معناتها المستوى ويتصاعد، واللاعبين يعني عندهم يعني طاقات كبيرة ياسر في الفريق هذا. أخيرا يا كابتن راضي، يعني مستقبل بقى منتخبنا الوطني منتخب مصر يعني تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا من وجهة نظرك طبعا؟ حسب رأيي يعني حسب رأيي الخفيف، أنا تابعت شوية كيف ما قلت لك، مدرب يعني عنده قدراته عنده خبرته، مدرب يعرف يعني الكرة الحديثة، ويعرف إذا ياخذ وقته خاصة يعطيوه الوقت ويعطيوه المساعدة يعني ممكن يطور في المنتخب المصري والمنتخبات المصرية. يعني حسب ما شفت يعني نعرفوا توا الكرة المتطورة
كابتن اسلام يعني ما هيش نعم مربوطه بالفريق الاكابر وكهو، يعني مربوطه بالفرق اللي تحتهم. يعني مصر معبيه بالطاقات وبالشباب اللي في اذا خذا وقتهم وخذا التطوير بيوصلوا يعني الاكبر واكثر يعني مرتبه نجموا يوصلوا لها. وشفنا يعني مصر يعني قبل وصلت يعني للمراتب الكبرى. يعني بالنسبه لي انا الوقت تخطيط والبرمجه يعني في الاداريه ومع الـ مع الـ مع اعانه مساعد المدرب نشوفوا مصر يعني إن شاء الله. في مرتبه اخرى. كابتن راضي شرفت ونورت و... ما اتفضل ننساش اتفضل كابتن اسلام، اتفضل سامحني باش اتفضل نقول اتفضل كلمه على المنتخب التونسي، لانه المنتخب اتفضل التونسي اتفضل زاد طبعا. المنتخب التونسي عندنا يعني لاعبين شباب قاعدين معناتها نبدلوا في الاستراتيجيه. شفنا يعني المنتخب التونسي فرض روحه يعني في البطوله العربيه، وعندنا كاس عالم ان شاء الله بقدر ربي نشوفه منتخب تونسي يعني يقوم بمردود اللي ينجم يخاول لنا ممكن، وان شاء الله هذا نتمناه يعني تونس الكل نتعداه للدور الثاني في كاس العالم ان شاء الله. كابتن وتحياتي اخويا للناس الكل انا اللي بشكرك جدا، المتفرجين ولك انت والكابتن عمر والناس الكل اخويا. شكرا جزيلا للنجم الكبير الكابتن راضي الجعايدي. الحقيقه دايما بنبقى سعداء بوجوده معانا، لانه الحقيقه من الناس اللي زي ما قلت لحضراتكم بيعرفوا يتكلموا بشكل جيد جدا جدا، ومتابع جيد لكره القدم المصريه والافريقيه والعالميه.